بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد لله والابن والروح القدس. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. يدينا ربنا نعمه النهارده ونعدي على الاصحاحات 3 و4 و5 من سفر يشوع، يشوع بن نون. احنا واقفين على الشط الشرقي لنهر الاردن. نهر الاردن بينحدر من جبل حرمون فوق، بياخد منابعه من جبل حرمون من التلج اللي نازل، وبيصب تحت خالص في مياه البحر الميت او بحر الملح زي ما كانوا بيسموه، او بحر العربة، منطقة اسمها كده. لك ان تتخيل عشان تبقى فاهم يعني ايه نهر الاردن في ذلك الوقت. النهارده مختلف، انه الانحدار بتاعه بيبتدي من حرمون فوق. الارض في الحتة دي بتعلو عن سطح البحر، يعني اعلى من سطح البحر ب1700 قدم فوق سطح البحر. ولما بنقول سطح البحر بنتكلم عن نقصد البحر الابيض المتوسط. فاعلى البحر الابيض المتوسط ب1700 قدم ينحدر نازل 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 لحد ما يوصل للمنطقه اللي واقفين فيها شعب بني اسرائيل ويشوع بن نون، وينحدر تحت يصب في البحر الميت بقعة تحت سطح البحر ب1275 قدم، يعني من 1700 فوق بلس ل1275 ماينس. فالانحدار شكله ايه؟ شديد جدا. شوف بقى المية لما تبقى جارفة نازلة، افالانش، انهيارات ثلجية بتزوق قدامها الحجارة، بتزوق قدامها المد، بتزوق قدامها فروع الأشجار. النهر في وضعه الطبيعي الوقت اللي ما فيهوش الحصاد الفيضان عرضه 30 متر. في وقت الفيضان لما المية بتنزل وبتجري في الكلام اللي أنا بقوله ده، بيوصل عرضه لون مايل، يعني 1600 متر. تخيل الفرق بقى بين الاثنين، 30 متر من 1000 ل 1600 متر، حاجة ضخمة جدا. يعني ده يوريك المية الافكت بتاعها فظيع. هما منتظرين 3 ايام، والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن رمز الثلاث ايام، وقلنا ان الثلاث ايام هما رمز القيامة، الموت والقيامة، وجبنا أدلة على الكلام ده بآيات من الكتاب المقدس. وقلنا إنهم منتظرين موت النهر. النهر في حالة فوران، سميناها كبرياء الأردن، ده المرة اللي فاتت سميناها كده، لأن الموت هو العدو اللي ما فيش إنسان بيفلت منه، فما بيتهزمش أبدا، عمرك يا موت ما انهزمت، فكله غطرسة وكله كبرياء. لكن قدام ربنا يسوع المسيح له المجد، اللي داس الموت بالموت لا غلبة له. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ ملوش قيمة، معبر بقى، معبر بقى، نوم بقى، انتقال من شط لشط. فهم منتظرين انحصار المياه في الثلاث أيام، لكن هيهات أن تنحصر المياه إلا بعمل ربنا يسوع المسيح ذاته له المجد، بعبوره في دخوله جوه مياه النهر، عشان يتحقق قول المزمور، مزمور داود النبي: إن المياه رأتك فخافت، ما بال الأردن رجع إلى خلف. الأردن رجع إلى خلف. علشان كده النهاردة احنا هنشوف انحصار المياه مش بانتظارهم 3 أيام لحد ما الفيضان تقل او تنزل،
ده الوضع الطبيعي. بس في هذه الحالة مش هينتظروا 3 أيام، هينتظروا أكتر بكتير، ورمزية 3 أيام تروح. لكن ربنا قال لهم انتظروا 3 أيام وتحركوا بعد 3 أيام. من هنا هنبتدي الإصحاح الثالث مع بعض، وياريت نفتح الكتاب المقدس ونقرأ يشوع 3:1-4. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم، المنطقة اللي واقفين فيها اسمها شطيم، وآتوا إلى الأردن. هم شايفين نهر الأردن، شطيم على البر الشرقي من نهر الأردن على بعد قليل من الميلاد، 2-3 ميل. وآتوا إلى الأردن هو وكل بني إسرائيل وباتوا هناك قبل أن عبروا. وصلوا النقطة بعد ما عدوا، هم ارتحلوا من شطيم وتحركوا شوية، ما بينهم وبين النهر 2000 ذراع، 2000 ذراع يعني تقريبا 1 ميل. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جاذوا في وسط المحلة، هم انتخبوا عرفاء ينبهوا الناس. كان بعد 3 أيام أن العرفاء جاذوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وصيروا وراءه. يبقى القيادة هنا لتابوت عهد الرب. القيادة في البحر الأحمر كانت لموسى وفي إيده العصاية، لكن القيادة المرة دي ليشوع شايل أو شايلين النايبين عنه الكهنة اللويين. احنا نذكر في دراستنا في سفر العدد ان المجموعة اللي كانت بتشيل التابوت اسمهم بني قهات اللويين، لكن المرة دي لان احنا في حال عبور والعمل عمل سرائري يشير للمعمودية، فمجموعة الكهنة هم اللي هيشيلوا هذا التابوت. عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وصيروا وراءه، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. ثم ارتحلوا من شطيم، وصلوا لأنهم بقوا عند الشط بينهم وبين التابوت، ويحفظوا هذه المسافة 2000 ذراع. ليه شطيم بالذات؟ شطيم بالذات لأننا نعرف أن في منطقة شطيم كان هناك أحداث مأساوية حزينة جدا جدا. لما ختمنا سفر العدد شفنا سقطة لشعب بني إسرائيل مع المؤابيات، زنوا في شطيم وربنا غضب عليهم وزعل منهم، والوباء قتل منهم 24,000 في شطيم. فالقيام لازم يكون من شطيم، من مكان الخطية. قوموا الآن، أقوم وأرجع إلى أبي. فالمعمودية يسبقها قيام، توبة، رجوع عن الخطية. اللي مات مات، واللي حي تاب وقدم توبة. لما هارون شفع في الشعب بالمبخرة ومر بين الأحياء والأموات فانقطع الوباء بشفاعة وبصلوات هارون وموسى عن هذا الشعب. فالمعنى إن الحركة تبتدي من شطيم وتتبع تابوت عهد الرب، لكن لازم يكون في مسافة ميل تقريبا 2000 ذراع علشان الرؤية تكون واضحة. لو كانوا لازقين فيه، لو كانوا ملتحمين بيه،
خصوصا ان الموضوع يعني تخيل انت حوالي 2 مليون وشوية رجال ونساء واطفال ومواشيهم، عدد ضخم جدا جدا، فهتبقى الحكاية فوضى. فلأجل النظام يحفظوا المسافة والرؤية تكون واضحة، لأن ممكن الحابل في النابل يدخلوا في بعض ومعالم الطريق ما تبقاش باينة، عشان كده بيقولهم لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا الطريق من قبل. فتابوت العهد يمثل السيد المسيح والكهنة حاملينه. هنشوف بعد كده ان لما الكهنة هينزلوا في قلب المية شايلين التابوت واقفين على احجار، هنقولها كمان شوية. لكن انا عايز هنا اقف عند نقطة مهمة، ان التصاق الكهنة بالتابوت يمثل العمل السرائري اللي الكاهن بيمارسه، كاهن فينا احنا في العهد الجديد بنمارسه من خلال التصاقنا بالمسيح، بشخص المسيح القدوس. فالجزء الظاهر تخيل انت ان التابوت محوطينه الكهنة وحضنينه واقفين على صخور في وسط المية لمدة قد ايه؟ لمدة على الاقل 10 ساعات، من 10 إلى 12 ساعة، لان عملية العبور دي خدت طول النهار. عشان كده يقولك بكر في الغد، باكر بمدري ام بدري، لانه هيعدي 2 مليون شخص مع مواشيهم مع حاجتهم، شايلين العتاد شايلين الخيام. عملية مش سهلة، عملية مش سهلة، خصوصا انه الموضوع بالنسبة لهم جديد. الناس دي ما عورتش البحر الاحمر، ده جيل جديد اتولد في قلب البرية. فيمكن هو يشوع وكلب ابن يفنة بس هم اللي اختبروا البحر الاحمر وعارفين، الباقي كله بالنسبة له خبرة جديدة تماما. فكان في عملية خوف، عملية اضطراب، جايز فيهم اللي كان شاكك، جايز فيهم اللي كان ما في ثقة بينه وبين يشوع. فالعملية ملخبطة، كان لازم يكون فيه أسس تتحط بحزم. فهنا أول مرة نشوف يشوع قائد من الطراز الأول، أوامره صارمة، هو القائد، هو اللي بكر، هو اللي بيؤمر، هو اللي بيحفظ المسافات، هو اللي بينتخب، هو اللي بينظم. عملية جميلة جدا ولذيذة جدا، والرمزية فيها رائعة جدا جدا. وقال يشوع للشعب، آية 5 و6، قال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا وسطكم عجائب. احنا شفنا ان ده يتناسب جدا مع ان هم اتحركوا من شطيم، بدل ما اتحركوا من شطيم يتقدسوا. عملية التقديس، التخصيص، تخصيص النهار والعمل لله القدوس. فمحدش ينشغل بحاجة، محدش ينشغل بأي شيء، يتقدس، يغتسل ويصوم ويصلي ويتقدس ويبقى مفرز لعمل سماه يشوع هنا عجايب، لأن الله يعمل وسطكم عجايب. ومن هنا نربط بين التحرك من شطيم حيث الخطية والذكرى السيئة والذنى مع المؤبيات، ثم التقديس. وقال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد وعبروا أمام الرب أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب. فالتقديس هنا اللي نطلع به من الآية دي أو الآيتين دول، أن التقديس ملاصق للتوبة، ملاصق للاستعداد. آية 7 و8، فقال الرب ليشوع اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن، انزلوا في المية. أنا بتعجب جدا من اتضاع الله ومحبته لأولاده حتى في العهد القديم، متضع جدا. ومرة قال مجدي لا أعطيه لآخر،
وفي كنائس غير تقليدية زي إخواتنا البروتستانت مثلا هتسمعوا منهم هذه الآيات أو هذه الاعتراضات، فمحدش ياخد كرامة ومحدش ياخد مجد غير شخص الله القدوس، وده صدق بلا شك، حق بلا شك. لكن لما نفهم أن ربنا كان بيتكلم مجدي لا أعطي لآخر، كان بيتكلم عن الآلهة الغريبة، كان بيتكلم عن منحوتات الأيدي، كان بيتكلم عن الأصنام، مجده لا يعطى لآخر. الآلهة دي بيعبدوها كأنها إلههم الحقيقي، وحاشا أن احنا نبدل إلهنا القدوس اللي يستحق المجد والكرامة والتسبيح وتقديم البخور وتقديم الذبيحة والطاعة، هو ده مجد الله، لا نعطيه لآلهة غريبة. فمجدي لا أعطيه لآخر قيلت في معرض كلام ربنا ضد هذه الأوثان أو ضد هذه، لكن بالنسبة لنا إحنا ربنا بيفتخر بينا، ده للمجد الذي لي أعطيه ليهم في إصحاحات البراكليت. فإزاي ربنا ما يديناش مجد؟ ده ربنا بيمجدنا، ربنا بيكبرنا، ربنا بيعلينا. العمل ده ما أمشي بيه يشوع، ده ربنا اللي قام بيه. لكن شوف ربنا القدوس الجميل الحلو المتضع يقول ربنا ليشوع اليوم أبتدئ أعظمك. يا ربي حاشا، تعظم مين؟ ده العظمة ليك. قال أنا بعظمك، أنا بكبرك، مش أنت ابني، أنا بكبرك في جميع في أعين جميع إسرائيل. عشان كده الكرامة والمجد اللي من له الكرامة، عشان كده احنا الكبير بنحترمه بنقدره وبنحني له الهامات، ليس عبادة ولكن احترام. احترام الكبير كبير، مش عايزة كلام. فقال الرب ليشوع اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أن أنا كما كنت مع موسى أكون معك. نتذكر عند موت موسى ربنا أخفاه، أخفى جسده، لأنه شعبه وصل لدرجة رغم أن في مجموعة كانت بتتزمر ضده وفي مجموعة تعبته، لكن نقول موسى وصل لدرجة العبادة، وعشان كده ربنا أخفى جسده. يعني قصة إخفاء جسد موسى دي تورينا أنه كان مقدر جدا عند الشعب. المعجزات اللي كانت في طول الطريق كانت بتديله نوع من المحبة ونوع من الافتخار ونوع من التعظيم والتبكيل في عينين الشعب. رجل عدى بيهم البحر والضربات والمن والسلوى والمية والصخرة اللي تتبعهم والسحابة، وأعمال إعجازية، يرفع أيدية ضد عماليق يغلب. فكان ده ما أصابش يشوع بصغر نفسه إطلاقا، لأننا نرى إن في مجموعة لما ربنا له المجد اختاره قالوا له تشدد وتشجع، كل ما تأمر به نسمع لك، واللي ما يسمع لكش يستحق الموت، تذكروا هذا. فكانوا بيكبروه، كانوا بيعظموه، لكن جايز في مجموعة كانت مستقلية بيه. تملي العظماء لما مكانهم يعني بيفرغ أو كراسيهم بتبقى شاغرة بوفاتهم، الشعب بيحمل الهم، مين هيسد الفجوة؟ مين هيسد مكان رجل عظيم زي موسى؟ لكن طبعا ربنا له المجد، بيعمل بالقليل وبيعمل بالكثير، وله في كل جيل من يمجده، ويبقي له 7000 ركبة لا تنحني لبعل. فعلشان كده ربنا له المجد عظم موسى وقال له عندما تأتون إلى ضفة ماء الأردن تقفون تأمر الكهنة أنهم ينزلوا ويقفوا في النهر. على فكرة العملية مش سهلة. تخيل أنت انحدار المية، النهر الأردن اسمه المنحدر، كلمة أردن ما اعرفش بانه لغه، لكن العربي بتاعنا معناها منحدر مدحرج، فنهر مخيف، 1 مايل هيعدوه. فقال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الى هنا واسمعوا كلام رب الهكم، ايه 9 و10. قال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الي الى هنا واسمعوا كلام الرب الهكم. ثم قال يشوع بهذا تعلموا بأن الله الحي وسطكم، وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين
والحثيين والحوثيين والفرذيين والجرجاشيين والأموريين واليابوسيين. وذكر الكنعانيين والحثيين أولهم، أول القائمة. دول كلهم اسمهم كنعانيين وبينقسموا للأقسام الثانية، لكن ذكر الحثيين بالذات لأن ده أول شعب هيقابلهم وأكتر شعب يعني قوي فيهم كله. وقلت لك أنه كانت له علاقات مع الفينيقيين وبالأسلحة بتاعتهم، يعني كان بياخد مصادر السلاح بتاعه من التجارة مع الفينيقيين، وفي الجنوب مع فرعون ومع المصريين، فكان متحصن جدا. هي دي العلامة. علامة ايه؟ ان انتوا تعبروا النهر. لو عبرتوا النهر اللي صعب جدا جدا، اللي حتى الحثيين والجرجاشيين والناس دول كلهم واليابوسيين والكنعانيين وأريحة محتميين في هذا كسد منيع، سد طبيعي مائي يعني بيحتموا بيه، لو ده نهار لما تقابلوا الناس دي تأكدوا ان انتوا هتغلبوهم، هتاكلوهم زي حشيش الأرض. هذه العلامة. فكان عبور نهر الأردن علامة على أن ربنا هيطرد قدامنا، تأكيد من الله أنه هيطرد من قدامنا كل هؤلاء. وده اللي احنا بنعمله في المعمودية. قبل ما بتنزل مية المعمودية بترفع ايدك وتقول أكحدك يا شيطان، والسبعة بتوعك دول الكنعانيين والحثيين والحوثيين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واللابوسيين، كل قواتك وكنوتك الرضية وكل مؤامراتك وكل كل كل حسدك وتعبك وحقدك ضدنا وكل اللي انت بتشتغل بيه، اكحدك اكحدك اكحدك. عبرنا المعمودية معناها علامة او امكانية غلبة هؤلاء الاعداء. فقال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الى هنا واسمعوا كلام الرب الهكم. ثم قال لهم بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم وطردا يطرد من أمامكم هذه الشعوب السبعة. هذه هي العلامة لكم. آيات من 11 ل 17. هو ذا تابوت عهد سيد الأردن، آسف سيد الأرض، عابر أمامكم في الأردن. وإذا تابوت عهد سيد الأرض عابر أمامكم في الأردن. فالآن انتخبوا 12 رجلا من أصباط إسرائيل، رجلا واحد من كل سبط. دول هيعملوا إيه دول؟ هيشيلوا التابوت؟ لا، اللي هيشيلوا التابوت الكهنة. الأسرار يقوم بها الأباء الكهنة، فاللي هيشيل التابوت هم الكهنة، ويلتصقوا بالتابوت 12 ل10 ساعات واقفين على أحجار ثابتة في الأرض، لأن لهم أساس ثابت، حجر الذوية ربنا يسوع المسيح له المجد. فدول هيكونوا واقفين الفترة دي كلها. عايز 12 واحد من كل سبط يعملوا إيه؟ هنعرف بعد كده أن 12 دول هم اللي هيشيلوا الحجارة بعد عملية العبور من تحت رجلين هؤلاء الكهنة، وينصبوها في منطقة تانية اسمها الجلجلة هنتكلم عنها دلوقتي. فال 12 المنتخبين دول عملهم شيل الحجارة وحط الحجارة. انتخبوا 12 رجلا من أصباط إسرائيل، رجلا واحد من كل سبط، ويكونوا حين تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة، بقول لك اسمها المنحدرة، من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا، هتقف ندا واحدا. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن، والكهنة حاملون أو حاملوا تابوت العهد أمام الشعب إلى الأردن، وحين انغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن آدام المدينة التي جانب سرطان والمنحدرة من بحر العربة، بحر الملح انقطعت تماما
وعبر الشعب مقابل أريحة، فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة وسط الأردن راسخين، وجميع إسرائيل عابرون على اليابس حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. أشرح الكلام ده. الأردن منحدر من الشمال للجنوب، الشمال فوق سطح الأرض 1700 قدم، وفي الجنوب البحر الميت تحت سطح الأرض، يبقى الأرض هنا، واخد بالك؟ لو الأرض مستوية كده يبقى النهر نازل كده فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض 1700 قدم لفوق وتحت 1275 لتحت. في مدينة اسمها أدام وسرطان في الشمال، هم واقفين في النص قدام أريحة، يعني أريحة في الوسط كده، تخيل يعني هم واقفين قدام أريحة، شمالهم أو فوقهم انحدار شديد جدا في مدينتين اسمها سرطان وأدام، دول على بعد 16 ميل ل 30 ميل، أدام 16 والتانية 30 ميل. وتحت خالص بيصب النهر في البحر الميت، بحر الملح أو العربة، كلمة الميت اتقالت بعدين، لكن وقت السيد المسيح أو وقت في ذلك الوقت وقت يشوع بن نون كان اسمه بحر الملح أو بحر العربة. وأنا كلمت المرة اللي فاتت ليه اسمه بحر الملح وليه اسمه بحر الميت. هم واقفين في النص، هتحصل حاجتين، المية اللي فوق المنحدرة من فوق هترجع للخلف وتقف سور على بعد 16 ل 30 ميل، يعني يمكن بالعين المجردة مش شايفينها، لكن شايفين ان المية رجعت للخلف، جايز لا معرفش لان المكان مرتفع يشوف المية من على بعد 16 ميل جايز، لكن وصف لنا الكتاب المقدس انه هيبقى واقف زي سور على بعد 16 ميل، مش على بعد 5 متر ولا 10 متر ولا 10 ميل، اكتر من 16 ميل لفوق، رجعت لخلف جامد جدا. طب والمية اللي تحت بتنحدر لغايه لما، لان مفيش سبلاي، نيو سبلاي، مفيش امداد من المية، لان المية وقفت زي سور من بعيد، فالمية اللي تحت نزلت دريند وصبت في البحر الميت وخلاص انتهت على كده. فضلت الحتة اللي هم ماشيين عليها قدام أريحة يابسة ناشفة، والكهنة واقفين شايلين التابوت على الأرض اليابسة فوق الأحجار، والشعب بيعدي. لو نقارن بين العبورين، عبور البحر الأحمر وعبور نهر الأردن، هما الاثنين بيشيروا للمعمودية، والاثنين بيشيروا للموت والقيامة، لكن في البحر الأحمر بيشير للمعمودية اللي بعدها بنعيش في البرية اللي أنا وإنت النهاردة عايشينها، برية سينا. عشان كده العبور كان في أرض ملحة، بحر مالح، تشير للشقاء وللتعب اللي احنا بنعانيه في جهادنا الروحي بعد ما بنعبر المعمودية. صحيح احنا قايمين مع المسيح روحيا، صحيح احنا منتصرين مع المسيح روحيا، لكن داخلين على جهاد روحي، وده تم بخشبة الصليب في يد موسى. العبور الثاني يشير للمعمودية، لكن في قيامتها الى حياة أبدية، فالمية مية عذبة، مية نهر مقارنة بمية البحر الأحمر، مية عذبة لأنها تنتهي إلى عذوبة وحلاوة أرض تفيض لبنا وعسل، فميراث سماوي. فأكشوالي العبور الثاني هو عبور الموت الحقيقي بالجسد، يعني إحنا بنموت، الموت اللي بالجسد
لكي ما نرس ملكوت السماوات وأورشليم، أورشليم السماوية. ده الفرق بين العبورين. العبور الأول إنشاء البحر قدامهم وبقى فيه سورين، سور كده وسور كده، وهم عدوا في الوسط، مروا في الوسط وفرعون تحت رجليهم. العبور الثاني كانت المية سور من بعيد عند مدينة أدام وسرطان 16 ل 30 ميل فوق، واللي تحت رجليهم كله نشف ونصب تحت جري على البحر الميت. وده كان عبور تاني. انا بقول لك الفرق بين الاثنين. الاصحاح الرابع بيتكلم مينلي عن ال 12 راجل المنتخبين من الاسباط اللي شالوا 12 حجر. ايه دلائل الرقم 12؟ رقم 12 رقم مهم جدا في الكتاب المقدس. احنا قدام قصه بتتكلم عن 12 حجر اتشالوا من تحت رجلين الكهنه واتحطوا مكانهم 12 حجر في الميه، و12 حجر اللي اتشالوا اتحطوا واتعملوا نصب تذكاري في مدينة اسمها الجلجال على بعد 5 ميل من نهر الأردن. يعني هم جايين من شاطيم على بعد ميل من شرق الأردن، عبر الأردن حوالي ميل، وبعدين مشوا 5 ميل لحد الجلجال. هم سموها الجلجال لما حطوا فيها الحجر، ما كانتش اسمها الجلجال، يعني تأسست كجلجال في هذه المنطقة، وهنشوف دلوقتي ليه. بقول رقم 12 له دلائل في الكتاب المقدس، ده واحد منهم ال 12 حجر. ونتذكر انه لما صار نصيب الهلاك هو نصيب يهوذا الاسخريوطي رقم 12 بين التلاميذ لانهم يعوا جيدا قيمة واهمية رقم 12، انتخبوا متياس الرسول لكي ما يكون عوض عن يهوذا الساقط الذي هلك. يبقى التلاميذ عارفين أهمية الرقم 12. جايز واحد يقول لي طيب ما بعدها بشهور قليلة أو سنين قليلة يعقوب أخو الرب مات بسيف هيرودس فبقى 11 تاني. لا، ده ما ماتش، ده استشهد وانضم لأورشليم السماوية وبقى الرقم 12 موجود، 11 على الأرض واحد في السماء، والكنيسة واحد. احنا بنتكلم عن اللي هلك وسقط من رتبته لكن استشهد بعد كده يعقوب، وبعد كده عد كلهم بقى التلاميذ واحد ولا ورا واحد لغاية لما 11 استشهدوا وفضل يوحنا على الأرض. 11 اللي في السماء والواحد على الأرض هم واحد، فعددهم 12 لسه محفوظ. 12 رقم صاحب بني إسرائيل من يوم ما عبروا وعدوا البحر الأحمر. لما عدوا البحر الأحمر جم لمنطقة وجدوا 12 عين ماء و70 نخلة. تذكروا هذا؟ 12 عين ماء و70 نخلة. وبندرسها في مدارس الأحد ونقول للأولاد دول ال 12 تلميذ و70 رسول. أرقام لها دلائل. لما جه ليا يبني المذبح بتاعه جاب 12 حجر وبنى المذبح من 12 حجر. الصدرة اللي بيلبسها الكاهن على صدره فيها 12 حجر تمثل أصبط بني إسرائيل ال 12. أصبط بني إسرائيل 12 شيء بشيء يذكر، والتلاميذ 12، واللي في السماء موجودين 24 أسيس وقوف أمام العرش يمثلوا ال 12 اللي هنا وال 12 اللي هنا. فرقم 12 رقم مهم جدا في الكتاب المقدس، حتى ان اورشليم السماويه لها 12 باب واساساتها معموله من 12 حجر كريم. فرقم مهم جدا جدا. علشان كده كان لازم الكهنه تبقى واقفين على 12 حجر، وال 12 حجر ينتخب ليهم 12 راجل يشيلوا ال 12 حجر ويعدوا بيهم الأردن
ويحطوهم في أرض نسميها جلجال، ويجوا يحطوا 12 حجر في البحر مكان ال 12 حجر اللي اتشالوا. بقى في 12 حجر في قلب المية و 12 حجر فوق المية في الجلجال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي محطوطين في قلب المية غرقانين بالمية، ما المية هترجع تاني بعد العبور، المية رجعت وتغطى بالمية. ده الموت، ده فرعون اللي تحت رجلين شعب بني إسرائيل في أرض في البحر الأحمر. فالاتناشر اللي تحت المية ده اللي غرقانين، قوات سقطة. طب والاتناشر اللي بره المية دي القيامة. فاتناشر فيهم موت واتناشر فيهم قيامة، موت والقيامة. ممكن أيضا يكونوا الاتناشر اللي مش مرئيين تحت المية هم السمائيين، الكنيسة المنتصرة اللي احنا مش شايفينها. فالكنيسة واحد، فيها جزء ظاهر أنا وإنت، كنيستنا اللي على الأرض، الكنيسة اللي احنا بنسميها الكنيسة المتغربة، والتانية الكنيسة المستوطنة، فمش مش متشافة. ففي كنيستين، كنيسة هنا وكنيسة هنا. خدوا الحجر وحطوه في منطقة سموها جلجال، وكلمة جلجال معناها دحرجة الحجر. الحجارة كانت تقيلة قوي، ما كانتش حجارة صغيرة. عشان كده انتخبوا 12 راجل شبان أقوية، كل واحد فيهم يشيل حجر ويمشي بيه 5 ميل لحد ما يوصل للجلجال، وهناك يتعمل يتحط حجر فوق حجر، يتعمل نصب تذكاري. هذا النصب التذكاري يمثل دحرجة الخطية. يكمل الرمز بقى لما تعرف ان على هذه الحجارة في منطقة الجلجال تم ختان شعب بني إسرائيل اللي ما تختنش أثناء عبورهم في برية سيناء. لأن الختان ده العهد اللي بين ربنا وبين شعب بني إسرائيل من أيام إبراهيم في تكوين 17. لما طلعوا من أرض مصر في البرية ما سمعناش عن عملية ختان لأنهم كانوا مشغولين بحاجات تانية. ففي كل اللي اتولدوا في الطريق، كل الذكور اللي اتولدوا في الطريق في برية سيناء ما كانوش مختنين. فاحنا عارفين ان الختان ده وعلامة العهد، ده اشارة تانية للمعمودية، لان جزء بيموت وبيتقطع وبيترمي والانسان بيحيا. فالميت ده هو الانسان العتيق، ويحيا الانسان بموت العتيق. وعملية الختان فيها ألم وفيها دم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. والألم هو علامة الصليب اللي بيشيلها كل مؤمن فينا وبيتبع سيده حاملا صليبه. فالختان يضم أعضاء جداد للكنيسة، وبالمعمودية احنا بننضم لعضوية الكنيسة. فالختان رمز للمعمودية، رمز لانضمامنا لشعب الله وترك الخطية، قطع الغرلة. عشان كده الجلجال بقت عهد جديد. قاموا من الأرض اللي كانت ناحية الشرق شطيم، مطرح الزنا والقذورات، وتقدسوا وعبروا الأردن وشالوا الحجر وحطوه في الجلجال تذكار. وربنا يهتم قوي، قال لهم تقولوا لولادكم ولولاد، كل ده في الإصحاح الرابع، تقولوا لولادكم ولولاد ولادكم، يفضل فريضة أبدية. وعند الجلجال يقول لنا آية جميلة: في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل فهابوه جدا. واخد بالك؟ هابوه جدا. ويقول اليوم دحرجت عنكم عار مصر. انتوا خرجتم من مصر بعار العبودية والغرلة اللي في لحمكم، بالعبور وبقطع الغرلة زال عنكم عار مصر وصرتم أحرار. يبقى الإصحاح الرابع بيتكلم عن الحجارة وتعظيم الرب ليشوع في أعين شعب بني إسرائيل فهبوه كما كانوا يهبون موسى. وبعدين الإصحاح الخامس يتكلم عن الختان في الجلجال، حيث أعلن الرب اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر في آية 9. يبقى الجزء الأخير من الإصحاح الخامس وهو ظهور رب الجنود أو ملك الجنود،
ربنا يسوع المسيح له المجد. ده ظهور من ظهورات السيد المسيح في العهد القديم ليشوع. والعجيب جدا انه يقول له في هذا الموضع اخلع نعليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه. زي مين؟ زي موسى. موسى ابتدى الكرازه بتاعته والميشن بتاعته عند العليقه وسمع نفس الكلمه اخلع نعليك. يتكرر الكلام تاني ليشوع بن نون قدام أريحة المرة دي ويقول له ربنا له المجد اخلعنا عليك، لأنه صار له عظمة ودور موسى اللي خده من ربنا. لله كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين. معلش أنا جريت على الإصحاح الرابع والخامس وضمتهم للإصحاح الثالث لأن هما وحدة مع بعض.